جمهورنا الكريم مساء الخير، معنا اليوم في فقرة طرافة سؤال يقول أن عدن تعتبر من أوائل المدن التي دخلت في الإسلام، وكذلك هناك مجموعة من المساجد التي بنيت في القرن الهجري الأول. خلونا اليوم مع بعض في فقرة طرافة ننزل ونشوف ما هو أول مسجد أو اسم أول مسجد بني في عدن. خلوكم معنا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تعرف عليك؟ محمد المرفدي. محمد المرفدي، إيش معك اليومين؟ والله جايين نقول جوهر بس كذا نشيل المغاربه. اوكي طيب، من المعروف ان عدن تعتبر من اول المدن التي دخلت في الاسلام. ما هو اول مسجد بني في القرن الهجري الاول في عدن؟ في القرن الهجري في عدن؟ في عدن. والله يا اخي ما ادري، ما عندي. ما عندك؟ لا ما عندي. طيب ايش ممكن تسمعنا الحين؟ والله ولا حاجه مره. ما عندك؟ حياك الله وكل سنه وانتم طيبين. مع بعض نتعرف عليك. محمد عبد الله محسن. حياك استاذ محمد. محمد ايش معك اليوم هنا؟ والله جينا عشان نشتري نتوضع على الاشياء. طيب، من المعروف انه عدن تعتبر من اوائل المدن التي دخلت في الاسلام. نعم. ما هو اول مسجد بني في عدن؟ اول مسجد بني في عدن اعتقد مسجد فين ساكن تفضل؟ انا ساكن في يافع. يافع. طيب، تعرف مسجد عدن؟ ايوه، مسجد عدن اللي في كريتر، هذا المسجد. في مجموعة من المساجد في عدن كريتا. أيوة، مسجد ومساجد شهيرة. أيوة نعم نعم. طيب إيش هو أول مسجد بني في عدن في القرن الهجري الأول؟ مسجد اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب إيش بتشتغل أنت؟ أنا بشتغل عسكري. أنا عسكري. كان لك في الشعر في ال لا شعر ما عندك فكره عن الشعر؟ كنا بنقول لك سمع احنا اذا بدل شعر. لا والله شعر ما عندنا. حياك الله استاذ محمد، اذا فرصه سعيده وموفقين وكل سنه وانتم طيبين. شكرا لك جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم. لكم السلام. تعرف عليك؟ جابر اسلام بايمين. حياك. انت تعرف علي؟ على عمر. من وين انتم؟ حضرموت. من حضرموت. ايش معكم؟ العرق اول بنمشي. جيب لنا فاهم عشان العرق. اعطينا فاهم معك. ابي لنا فاهم عشان العرق. وهذا فاين عندنا. اشعد شيء ثاني؟ في فاين ثاني؟ هذا فاين ثاني. هذا فاين. حضارم انت ولا ايش؟ حضارم؟ ليش يعني الفاين؟ جيبوا له الباقي الثاني. حياكم الله. طيب، لو قلنا انه عدن تعتبر من اوائل المدن التي دخلت في الاسلام، ما هو اول مسجد بني في عدن في العام الهجري الاول؟ مسجد الرضا. مش عارف. حاول. أو مسجد العيدروس في الشيخ. حاول. طيب ايش معي؟ انتوا طلاب هنا تدرسوا ولا؟ ايوه ندرس طلاب. تدرسوا. طيب انا ادري ان الطلاب في عندهم ابداعات، يعني نكات، اشعار، زوامل، انتوا حضارم يعني يا ابو يلا كيف؟ احنا عندنا في الاخراجات والميديا بس. اسمي عبد الفتاح محمود. عبد الفتاح؟ محمود. ايش معك هنا اليوم؟ اليوم يعني انا اشتغل هذا المكان. تشتغل هنا؟ وكل يعني شغل يعني ترتيب وهذا زي هذا يعني عمل يعني سهل يعني. طيب انت كلك بعدين. انا لي 22 مواليد عدن. مواليد عدن. معناته تعرف ما هو اول مسجد بني في عدن؟ اول مسجد بني معبد عدن. ايوه يعني ايش؟ جامع اسمه اعتقد يعني جامع فرد اسمه عيدروس اللي في عدن. العذر صغيره. وثاني شيء مسجد اسمه كم اسمه شو عثمان نسيت يا اخي. ما شاء الله حافظ المساجد. ايوه حافظ المساجد. حياك الله. طبعا مش مسجد العدروس. نشكرك ونقول لك كل سنه طيب. ما زلنا معكم، ما زلنا في السؤال الذي يقول ما هو اول مسجد بني في عدن. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انت عارف عليك؟ هشام علي محمد سعيد الغريري. حياك استاذ هشام. ايش معك اليوم هنا؟ والله جيت غد البضاعه حقي. معك عشار. ايوه عشار عدني. عشار عدني وعشار البغبغه عدن وعقديد. عشار ليش؟ بغبغه. كيف ذا يصيح؟ ما فهمني يعني. لا الالوان يعني في بو. مشكل. والاكل كذا؟ تنين الاخضر معك هنا. تنين الاخضر. هذا كان اشتيلاء يا جماعه فقريه مهره عدنيه حقنا برضه. لكن معلش نحن سرقناه على ارزاق وقبناه بالطرافه. طيب لو قلنا خلنا هشام، ما هو اسم اول مسجد بني في عدن في العام الهجري الاول؟ مسجد ابان. مسجد ابان. في مسجد ثاني غير ابان؟
انا اللي ادري ابان هذا. انت اللي ادري ابان. اذا بالفعل هو مسجد ابان هو يعتبر اول مسجد بني في عدن في العام الهجري الاول، وهذه جائزه بسيطه مقدمه من اداره البرنامج. شكرا لك. الوقت يمضي ومع كل ذكرى يبقى لنا فيها حنين. ها هو وقت البرنامج قد انتهى. استودعكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم هنا عدن. دمتم ودام الوطن بألف خير. إلى اللقاء.